من المحتمل أن يشهد المستقبل القريب لقاءات سياسية مفاجئة قد تبقى بعيدة عن الأضواء في المرحلة الأولى. رأى محلل سياسي قريب من 8 أذار أن قيام سامي جميل برفع السقف باستمرار ضد حزب الله لا يفيد الكتائب بل القوات. تساءل نائب سابق من طرابلس لماذا لم يزر جعجع عاصمة الشمال ولو لمرة واحدة منذ العام 2005.